متابعينا الكرام، سابقا نزلنا حلقة على لارنجوسكوب وحكينا الأجزاء مالته بأنه عندنا جزئين أساسيين اللي هو الهاندل اللي تنحم البليد أو يسموه الباور هاوس بيت الطاقة اللي داخل الباتريات، وعندنا البليد. هاي حكينا عنها سابقا أحد الفيديوهات. اليوم أريد نحكي بس على الهاندل بشكل مخصص على الأنواع وشو الاختلاف، ليش هاي مصممي بهالطريقة وهذا مصممي بهالطريقة. هذا النوع يسمون الستوبي هاندل. ستوبي هاندل نقصد به القصير، تمام. وعندنا هنا البينسل هاندل اللي هي تشبه القلم بالضبط. الفرق بيناتهم شنو؟ هذا الستوبي او الهاندل اللي تجي قصيرة هاي نستخدمها مرضى السمنة المفرطة او للنساء اللي عندهم لارج بريست تشو، يعني حجم الصدر كبير، فنستخدم هاي الهاندل حتى من نخلي تيوب ما تعيقنا ما تطخ بالتشيست. اما البينسل فهاي يفضل استخدامها بالاطفال، نستخدمها ويا الاطفال. ونضيف لكم معلومة الاخ، اذا تشوفون الهاندل بيها مثل هاي الشقوق شلون هذا تشوفوها، او نقدر نقول السطح مالتها خشن بمثل الشقوق او الزعانف، نسميه نورليد هاندل. هذا اسم ثاني اعتماد على شنو؟ على الملمس مالته. هاي هم طبعا النورليد. واكو نوع يجي سموث اللي هو يصير بالضبط مثل هاللمعان، يعني ما بي السطح مالته املس، هذا السطح خشن. اتمنى المعلومات تعجبكم، واللي عنده اي استفسار يقدر يخليه بالتعليقات. تحياتي لكم.